استقبل حضرته صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة أهل البلاد المفدى حفظه الله في قصر القضيبية هذا اليوم سيادة رئيس الباجي قائد السبسي رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة بحضور صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر بمناسبة زيارة سيادته لمملكة البحرين. وقد جرت لسيادة الرئيس التونسي مراسم استقبال رسمية لدى وصوله قصر القضيبية، حيث توجه جلالة الملك المفدى وضيف البلاد الكريم إلى منصة الشرف. حرس الشرف، سلام الجمهورية التونسية وسلام مملكة البحرين. سلام. قف. حرس الشرف، جاز التفتيش. سيدي، وقد تفقد جلالة الملك المفدى وسيادة الرئيس الباجي قايد السبسي حرس الشرف الذي اصطفى لتحيتهما.
بعدها صافح سيادة الرئيس التونسي أصحاب المعالي وسعد الوزراء، كما صافح جلالة الملك المفدى أعضاء الوفد الرسمي المرافق للرئيس التونسي. بسم الله الرحمن الرحيم. خامة الأخ الرئيس البازي قاد السبسي رئيس الجمهورية التونسية، أصحاب السمو والمعالي والسعادة الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يطيب لنا بداية أن نرحب بكم أجمل ترحيب في مملكة البحرين، وأن نعرب لكم عن تقديرنا الكبير لزيارتكم المباركة التي تأتي لتجسد عمق العلاقات التاريخية الوثيقة التي تربط بين بلدينا الشقيقين، وحرصنا الأكيد على أن تحظى علاقاتنا وروابطنا الأخوية التي تجمعنا بكم بالمزيد من التقارب والنماء، وبما يسهم في تقوية أواصر التعاون والتواصل والتكامل بين دول وطننا العربي. كما نود التأكيد على ما يمثل توقيت زيارتكم للبحرين من أهمية بالغة بالنظر إلى ما تواجه أمتنا العربية من مخاطر وتحديات تتطلب تكثيف أوجه التشاور المشترك ورفع أقصى درجات التنسيق والتعاون المستمر لمحاربة وصد التهديدات التي تستهدف استقرار المنطقة، والتي تستوجب أيضا حسن وسرعة التعامل مع المتغيرات الدولية واحتواء تداعياتها ووضع الحلول المناسبة لحفظ أمننا الإقليمي وسيادة بلداننا وصون منجزاتنا الوطنية وتحقيق آمال وطموحات شعوبنا. فخامة الرئيس، يطيب لنا بهذه المناسبة أن نكرر ترحيبنا بكم في بلدكم الثاني البحرين، وأن تقترن زيارتكم بإنجاز المزيد
من اتفاقيات التعاون الثنائي بمجالاتها الرحبة والسعي إلى تفعيل نتائجها بما يعود بالنفع والخير على بلدينا الشقيقين من خلال اللجنة المشتركة البحرينية التونسية، والتي تعتبر من أقدم اللجان التي تم إنشاؤها بين البحرين والدول الشقيقة. وتعبيرا لما تكنه البحرين وشعبها من مشاعر اعتزاز واحترام وامتنان لتونس وشعبها الشقيق، يسعدنا أن نمنح فخامتكم وسام الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة من الدرجة الممتازة، مقدرين لكم جهودكم ومساعيكم للانتقال بعلاقاتنا الأخوية إلى مستويات جديدة ومتقدمة من التعاون والتقارب التي تتوجها اليوم زيارتكم الموفقة بإذن الله. فأهلا بكم وعلى الرحب والسعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صاحب الجلالة، أولا أنا مدين لكم بالدعوة الكريمة التي وجهتموها إلي فاستجبت إليها على العجل، لما أكنه لشخصكم وللبحرين. وطالما ذكرتم الشيخ عيسى رحمه الله، أنا أريد أن أترحم عنه ونأجو الله سبحانه وتعالى أن يدخله في جناني. وتونس والبحرين كنا دائما معا، وحتى من حسن الطالع لما كنا في القمم العربية، مقعد تونس كان ملاصق لمقعد البحرين، وهذا إشارة للتقارب، لكن التقارب أعمق في مواقف وكذلك أيضا في الوضع اللي نحن فيه. احنا نكبر في البحرين الوسطية والتفتح، ونحن كتونس أيضا دائما نسعى لنكون أمة وسط، كما قاله سبحانه وتعالى: وهل أصدق من الله قيلا، بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، صدق الله العظيم. لذا يعني زيارتي للبحرين طبيعية، وأنا أعتذر أن لم تكن هذه الزيارة قبل ذلك، لكن يعني خير الأمور الوسط. نعم، إن شاء الله يعني هذه الزيارة تتبعها زيارة من جلالة ملك دولة البحرين إلى تونس. وطالما تفضلتم وأنا شاكر لكم بمنح الوسام الأكبر للشيخ عيسى، فأسمحوا لي أن أقدم لكم الوسام الأكبر للجمهورية التونسية الذي أسسه المغفور له الرئيس الحبيب بورقيبة، الذي كان يعني معجبا هو أيضا بالبحرين، لأن دول أهلها صغيرة، ولكن العبرة ليست في الصغر، كما قال الشاعر يعني: تعيرنا أن قليل عديدنا، فقلت لها: إن الكرام قليل، ما ضر أن قليل وجارنا عزيز وجار الأكثرين ذليل. لذا أنا أقول لجلالة الملك أن البحرين دولة قوية بأصالتها وبملكها وبرجالاتها، وفي هذا الخضم الدولي الذي يتغير بسرعة والمتغيرات كثيرة، لكن كثيرا منا لم يعي ضرورة الأخذ بعين الاعتبار هذه التغيرات، لأن مهما كانت قوتنا نحن قوة صغيرة في عالم متغير، لابد أن نعي ذلك وتكون سياستنا سياسة واقعية تأخذ بعين الاعتبار الواقع، وهكذا نحفظ لشعوبنا الكرامة
ونحفظ لبلداننا الأمن والاستقرار. وأنا شخصيا لي ثقة، وثقة يعني، وأعني ما أقول لما أقول ثقة في البحرين، في ملكها وفي رجالاتها، وأن البحرين ستبقى دائما سائرة في طريق التقدم والرقي. وهذا يعني نحن نباركه، وتونس التي تمر الآن بفترة صعبة لأسباب سهلة، لأنها أقرب نقطة إفريقية بالنسبة لأوروبا، والوضع الجغرافي السياسي في أوروبا يفرض علينا كثير من التحديات، نحاول بتوفيق من الله أن نتغلب عليها، ولكن أيضا بصداقاتنا مع الدول الشقيقة والصديقة، وإن شاء الله يكون هذا يعني نمشي فيه في خطوة، وما ذاك على الله بعزيز. وشكرا على ما تفضلتم به. جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى بتقديم وسام الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة من الدرجة الممتازة إلى سيادة الرئيس الباجي قائد السبسي رئيس الجمهورية التونسية. بعدها قام جلالة العاهل المفدى بمنح سيادة الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي وسام الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة من الدرجة الممتازة، تقديرا لدوره في دعم مجالات التعاون المشترك بين البلدين. فيما قام فخامة الرئيس التونسي بمنح حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى الصنف الأكبر من وسام الاستقلال، تقديرا لدور جلالته وجهوده في دعم علاقات البلدين الشقيقين في كافة المجالات. يتفضل من الجانب البحريني سمو الشيخ عبد الله. وبحضور حضرة صاحب الجلالة العاهل المفدى وسيادة رئيس الجمهورية التونسية، تم التوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم بين البلدين الشقيقين، وهي مذكرة تفاهم في مجال حماية البيئة والتنمية المستدامة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية التونسية، حيث قام بالتوقيع عليها من الجانب البحريني سمو الشيخ عبد الله بن حمد الخليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المفدى رئيس المجلس الأعلى للبيئة، فيما وقعها عن الجانب التونسي معالي السيد خميس الجهناوي وزير الشؤون الخارجية. اتفاق تعاون في المجال الأمني بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية التونسية، حيث وقعه من الجانب البحريني معالي الفريق الركن الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة وزير الداخلية، ووقعه من الجانب التونسي معالي السيد خميس الجهناوي وزير الشؤون الخارجية. اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية التونسية للتعاون في مجال الدفاع، وقعها عن الجانب البحريني سعادة الفريق الركن يوسف بن أحمد الجلهمة وزير شؤون الدفاع، ومن الجانب التونسي معالي السيد خميس الجهناوي وزير الشؤون الخارجية. اتفاقية النقل الجوي بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية التونسية، وقعها من الجانب البحريني سعادة السيد كمال بن أحمد محمد وزير المواصلات والاتصالات، ووقعها من الجانب التونسي معالي السيد خميس الجهناوي وزير الشؤون الخارجية. برنامج تنفيذي لاتفاقية التعاون في المجال الصحي بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية التونسية، وقعها من الجانب البحريني سعادة السيدة فائقة بن سعيد الصالح وزيرة الصحة، ومن الجانب التونسي معالي السيد خميس الجهناوي وزير الشؤون الخارجية. بعد ذلك عقد حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى وسيادة الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي اجتماعا بحضور صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر، وجرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الأخوية الوثيقة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تطوير وتنمية أفاق التعاون المشترك في مختلف المجالات. وقد أكد جلالة الملك المفدى أن مملكة البحرين والجمهورية التونسية لهما حضارة عريقة، وأن مملكة البحرين هي بلد التسامح والتعايش الأخوي بين
بين مختلف الأديان منذ عصور طويلة، فهي مركز للحضارات والأديان المختلفة في المنطقة، وأن شعبها المتعلم يحترم ويرحب بمختلف الأديان. وقال جلالته إن البحرين حرصت على التنمية في مجالات التعليم والصحة منذ القدم، فيما أكد سيادة الرئيس التونسي سعادته بهذه الزيارة، وقال إننا نسعد بهذا اللقاء في هذا البلد الشقيق، مشيرا إلى أن تونس تحرص كذلك على دعم قطاعات التعليم ومكافحة الأمية من خلال وضع مختلف الخطط والبرامج. كما بحث جلالة الملك المفدى وسيادة الرئيس التونسي آخر التطورات والمستجدات الإقليمية والعربية والقضايا موضع الاهتمام المشترك. وقد أقام حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى مأدبة غدا تكريما لسيادة الرئيس التونسي والوفد المرافق. وكان سمو الشيخ محمد بن مبارك الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء في مقدمة مستقبل سيادة الرئيس الباجي قائد السبسي رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة لدى وصوله إلى البلاد في وقت سابق اليوم في زيارة رسمية لمملكة البحرين. وقد تشكلت بعثة الشرف برئاسة معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية.